شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، زيارتي لكم إن شاء الله من الزيارات التي نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يحتسبها لنا في ميزان حسناتنا. وسنحاول في هذه الجلسة أن نتذاكر بعض الخواطر، وبصفتنا مسلمين، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مهما يكون الإنسان قوي، ومهما يكون الإنسان منضبط، ومهما يكون الإنسان مستقل، فإنه في حاجة أن يذكره بالحق ويعينه عليه، ثم ليعرف الحق، ثم هو بحاجة بعد ذلك لمن يعينه ويذكره بالصبر على هذا الحق. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لاغتنام هذه الأيام الخالية من هذه الحياة الفانية، ذلك أننا في هذه الحياة التي استعمل فيها القرآن مصطلح الدنيا بمعنى الأولى، كأنها كائن حياتك، يمر الإنسان بمراحل، عنده الحياة الدنيا، عنده الحياة الآخرة، وبينهما برزخ. في الدنيا من ميلادك إلى موتك، والآخرة من بعثك إلى دخولك إلى الجنة إن شاء الله تعالى، أو إلى غير ذلك، إلى النار أعاذنا الله. والبرزخ هي الحياة التي بينهم من الموت إلى البعثة، إلى القيامة، إلى قيام الساعة. فهذه المراحل كلها متسلسلة، لكن أخطر مرحلة في هذه الأنواع للحياة هي مرحلة الدنيا، ذلك أنها تحدد مصيرك في الحياة البرزخية وفي الحياة الأخرى. ولذلك وجودنا في هذه الحياة وجود مهم، وينبغي للإنسان أن يستغله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فنحن في هذه المرحلة كممتحنين في قسم بتاع امتحان، والامتحان هو الحلال والحرام، وما تعرف وقتاش تسحب منك ورقة الإجابة، يأتيك رسول ربك ويأخذك، مع ذاك الوقت لا يستخدمون ساعة ولا يستخدمون، ما تقدر تقول زيدني ساعة، أرجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا. ولذلك فالإنسان عليه أن يغتنم هذه الحياة. يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إن لله عبادا فطن طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست للميت وطن، اتخذوها لجة وصالح الأعمال فيها سفر. ولذلك
ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قائلا: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. ما هو المفلس؟ يعني سأله مشكول مفلس، يعني كما نقولوا احنا بمعنى الدول. قالوا: المفلس من لا درهم له ولا دينار، يعني الانسان اللي ما عندوش دراهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس من ياتي يوم القيامه بحسناته وياتي وقد شتم هذا واكل مال هذا واطرق هذا، فياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى اذا فنيت حسناته اخذ من سيئه وطرح عليه فطرحته فيه، وكما قال عليه الصلاه والسلام. مغزى الحديث أن إذا علم العبد أنه في دار يكتسب فيها الحسنات ويتزود فيها بالأعمال الصالحة التي تحدد مصيره في الحياة الأخرى، أن يجمع العلامات ليتم تقييمه في الحياة الأخرى. فأما من خاف مقام ربه، إذا علم الإنسان ذلك واش عليه؟ أن يركز على ما يعنيه وأن لا يضيع وقته وأن لا يضيع وقته وأحرى بإيذاء الآخرين. أنت تصور راك في قسم تاع امتحان مهم، بدل ما تركز على الإجابة أنت بقيت تغمس الناس هذو اللي حداك وكذاش وتشوش ودير. أنت امتحانك أنك تجيب على أسئلتك أنت المطروحة عنك، تحفظ جوارحك. العين، اليد، البطن، فرج، تحفظ هذه الجوارح التي استرعاك الله سبحانه وتعالى وتستعملها في الخير والطاعة، لا تستعملها في خلاف ذلك وإيذاء الآخرين. لأن أنت نجاح لا علاقة له بالآخرين، جناحك نجاحك يهمك أنت، بل أن الله سبحانه وتعالى سيثيبك على الإحسان إلى الآخرين وإيصال الخير له. فإذا أدركنا كيف يعيش المؤمن ضمن جماعته وضمن أمته، يكون مشعاع للخير ومصدر للخير ومصدر للصلاة لا مصدر للشر، هنا نتكلم على احترام المؤمن للناس اللي وصلوا له الدين، مهما ترى انهم بسيطين في التعليم، بسيطين في التعليم، الا ان لهم فضل كبير اللي وصلوا لك الدين. نقول على هذا، نقول على هذا من باب ان الانسان يدرك قيمة مصدر الخير،
نفترض أن أباك جاهل، لكن لو لم يكن أباك مسلم ما تكونش أنت مسلم. الفرق بيناتكم هو كان في ظروف ما مكنتوش من يقرأ، وربما ما قراش باش يربيك انت، ما قدرش يجلس في يوافق باش يربيك انت. لما المولى سبحانه وتعالى فضل هذا الرجل بفضل هذا المجتمع كرمك مولانا، بكان تعليمك اعطاك مولانا وتعلمت، فينبغي كذلك ان تراعي حق هذا المجتمع وحق هذا الاب وحق هذه الام، وتلاحظوا ان كل الشعوب اللي تحترم نفسها تحترم مرجعيتها، تحترم المرجعيات. الدين هذا جانا عن النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن سلسلة، عن شيخه عن شيخه عن شيخه، حوالي 30 طبقة باش يوصلك هذا الدين. لو سفهت مرحلة من المراحل سفهتها، إذا أنت قطعت هذه السلسلة. ولذلك عليك أن تحترم مرجعيتك. انفرضوا إخواني أن الشاب سمع في شريط شيخ مليح عجبه، بفصاحة لسان منطق بكذاس بالوسل اللي راه في الدار عجب وتعلق به عاطفيا، ليس معناه انك تنبهر به لدرجه انك تسب اصلا. ما نقولش لك الحكمه مضاده للمؤمن اينما وجدها، لكن الحكمه اللي ياخذها المؤمن عاقل اصلها هذه الحكمه، الحكمة هذه درسها، وكوني ناخذ منك حكمة معينة في مسألة معينة ليس بمعنى أن نعطيك ولاء، على حساب وطني ولا على حساب أمتي. أنا أديت منك فائدة، لكن أين الفوائد اللي أديتها من وطني، أديتها من مجتمعي، أديتها من آبائي، أديتها من أسلافي؟ إذا أنت ذاك الجميل، أنا كنشوفك ولاء الواحد يبعد عنك 3000 كيلومتر، وانكرت جميل الناس اللي المجتمع اللي تربيت فيه والشيوخ اللي حفظت لك هذا الدين أثناء الاستعمار، راك الظروف وهذا الأب اللي وصلوا ليك وهذا الوطن اللي قراك. أنا انتقل للأصل، وليس معنى ذلك أننا متعصبين، لا، بل نحن متعصبين. الإنسان الأصيل مروج تخليه يعتد بجميع أهل الجميل، فهذا إذا كان هذا اللي راك انبهرت به، اللي انبهرت به جابك شيء أفضل مما عندك، فما بالك لو كان ما عندك أفضل مما عنده إلا لأنك أنت لم تدرك. نحن في فترة من الفترات صوروا مثلا جئنا في قرية تعدنا، كانوا الآباء عندنا كي يدعو ربي سبحانه وتعالى يدعو الله سبحانه وتعالى هكذا في الأولى،
ثم الثانية يدعون هكذا لرب البال. قلنا وش كيف هذا؟ فإذا به شريت كتاب لشرح السنة للإمام الباقر في 16 جلد. يجي في باب الاستسقاء يذكر أن الدعاء لرفع البلاء يكون بتقلب الأيد. فإذا أنت بصرتك وتشوف حاجة عند الأرواح تنكرها جملة تنبية تنكرها عشوائية تدرسها، وليس الشأن أن تهدم، بل الشأن أن ترشد وتبني. ثم أنت وجدت الآباء يجتمعون على قراءة القرآن، لأن الهمة انكلت، ما بقاش كل واحد يقرأ القرآن وحده، لأن الناس انشغلت وهمتهم قلت كذا، فداروا حافظين يجتمعون على كتاب الله للتعليم، ولا أحد من المسلمين والفقهاء ينكر أن يجتمع الناس لقراءة القرآن جماعة للتعليم. الجنت ببساطة وتبطل هذا، واش درت في محل؟ هات لنا البديل. هل اللي راهم يجتمعوا على القرآن هنا نوضوهم وين يمشوا؟ للملاهي؟ وين يمشوا؟ هات لي البديل. هذوك اللي انبهرت بهم انت على ما انكرت عليهم عبادهم لامرائهم، عبادتهم لامرائهم، هما شديد في المرجعيه انت، هما يعبدوا امرائهم على ما عبدت عليهم. ثم ان قد تنكر على ابوك، انه مقلد امام من الصدر الاول، امام فقيه مشهود له بالعلم، تنكر على الوالد نتاعك، تنكر على الوالد نتاعك انه قلده وتقول له متعصب، انت متعصب للشيخ الفلاني، واش نسوي؟ كل خلف هو سياسي وعنده اجنده سياسيه ربما ما نعرفوها كاع. وكيف انت تعيش بيننا هنا في احضاننا ولا الناس اشخاص خارجنا؟ كيفاش هذا؟ لا بأس ان تأخذ العلم، لا بأس ان تأخذ الحكمة، لكن من المستهجن ان يكون انسان حر اصيل يكون ولاءه لغير الاسلام بكل صراحة. ولما حتى لو بغيت انت تقلد غيرك، لما انت ما تجعل الاخرين يقلدوك؟ تكون انت جزائري هنا ويقلدوك الناس وتبعهم، ما فيش مشكله. نقول هذا، اخواني، الوقت جاء بالك. نقول هذا، ليس لاننا نعرف، خطر هذه الولايات، أن يكون إنسان عايش في أمة ولاء لغيره. أنت تصور راك في أسرة أنت وأبوك وإخوانك، ها؟ عضو في هذه الأسرة وولاءك للأسرة أخرى، ألا تعد خيانة؟ فالمطلوب منا كطلبة علم، نتعلم مليح، نتعمق، لأن الثقافة السطحية والعلم السطحي ما عندوش تفصيل يغلط الإنسان، والعاطفة الإنسان اللي يديك بالعاطفة أو خطأ،
المفروض نتعمق في العلم من إيه؟ نتعمق. جاني إنسان من بعيد بغير أنا ما يستغلني حتى واحد. فإن كان لابد أن نستغل، نستغل في هاد الناس. هاد الناس اللي جاهدوا من أجلي، هاد الناس اللي تكرفسوا من أجلي، هاد الناس اللي ما قرات من أجلي باش تربيني. هاد الناس اللي استغلوني يكون أنا ابن فاميلا. الحمد لله، الحمد لله، نحمد الله سبحانه وتعالى أننا ناس تربينا في كنف سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وناس طيبين، والحمد لله ما يقدر يزايد علينا حتى واحد في علاقتنا بربنا، لأن كاين زوج علاقات، كاين علاقة الأخوة، وهي بين العابد، بين كل الناس، بين المسلمين، وهي أفقية، وكاين علاقة بين العبد وربه، وهي علاقة وحيدة اللي هي عمودية، هذه ما يدخل فيها حتى واحد، علاقتك بربك. فلذلك أيها الإخوة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويجعلنا وإياكم من الناس اللي ما ينكروش الخير، ما نكونوش لؤماء. بئر شربت منه انت اروح اهدمه. انا شربت من هنا من الجزائر وتربيت وطريت حتى وليت راجل، كذاش من بعد نولي انا بدل الرد الجميل، بدل ما الرد الجميل انا نبدا نسيء لهذه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا شر ما قضيت، فانك تقضي ولا يقضى عليك، انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك، اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك، اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك حتى كما اثنيت على نفسك. اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت الظاهر فليس فوقك شيء، وانت الباطن فليس دونك شيء، وانت السميع العليم. اللهم خذ في قلوبنا رجاءك، واقطع رجاءنا عمن سواك حتى لا نرجو احدا غيرك. اللهم ما ضعفت عنه قوتنا، وقصر عنه املنا، ولم تنتهي رغبتنا، ولم يجد على السنتنا مما اعطيت احد الرحيم. اللهم واموات هذه البلده خاصه، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء بالثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم ابدلهم دارا خيرا من دارهم، واهلا خيرا من اهلهم، وازواجا خيرا من ازواجهم، واسكنهم الجنه، واعذهم يا رب من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم من احييته منا فهي على الاسلام، ومن توفيته منا فتوفاه على الايمان. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.